ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل الكاتب والباحث السياسي الأستاذ وليد زبيدي. أستاذ وليد، بداية مرحبا بكم. يعني أليست مفارقة غريبة أن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بثمن تدميرك للعراق وقتل شعبه في هذا التوقيت؟ ليس مفارقة، ولكن السؤال الذي يطرح للإجابة على هذا المطلب الغريب والغامض، هل هناك شخص واحد في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفي العالم على الأقل بعد مرور سنة على غزو العراق، يعني منذ بداية عام 2004 وحتى الآن لا يتحدث إلا ويؤكد أو يكتب أو في الندوات وفي المؤتمرات إلا أن غزو العراق قد بني على أكاذيب ولأهداف معروفة صاغتها وضعتها مجموعة المحافظين السدود والهدف تدمير العراق؟ فقد تبين بالأدلة الأمريكية القاطعة سواء السجنة الأولى التي دخلت العراق هذا الغزو مباشرة، بأن المسوغين اللي طرحا تلك الفترة ما يتعلق علاقة النظام السابق بتنظيم القاعدة ووجود أسلحة دمار كامل، هذه فكرة كبيرة جدا لا يفترض أن يصدقها أي شخص. وحتى ما طرحه كولن باول وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت في مجلس الأمن في 5 شباط 2003 قبل الغزو بعدة أسابيع، تأكد بكل ما طرحه كولن باول بأنها كانت كاذب، وهذا ما يناقشه العالم خلال السنوات الماضية وتؤكده جميع مراكز الأبحاث والدراسات. عليه فإن التفسير الوحيد لهذا الطرح الأمريكي أن المنظمات الحقوقية والمجتمعية والقانون الدولي يحاسب أمريكا على كل قتال العراق، تدميره، انهيار البنية التحتية، القتلى والمتسردين، وهذه مبالغ هائلة تتحملها طرفان، الطرف الأول هو الإدارة الأمريكية، والطرف الثاني الذين ساعدوا الإدارة الأمريكية في محاولة السكوت على هذه الجرائم والخسائر التي كبدها العراق عندما وقعت أقطاب العملية السياسية في العراق كافة، ما سمي بالاتفاقية الأمنية التي وقعت في 27/11/2008. الطرفان مشتركان في التغطية وفي ارتكاب الجريمة، سواء كان الحكومة العملية السياسية التي استمرت من عام 2003 حتى الآن والإدارة الأمريكية والبريطانية. مع العلم أنه تم يعني إدخال العشرات من الشركات الأمريكية للعراق بعد العام 2003 بمختلف التخصصات والخدمات، مع ذلك يعني هناك مطالبة بأن يجب على العراق أن يدفع الثمن. من وجهة نظركم أستاذ وليد الزبيدي، هذا النهب والاستنزاف إلى أي مدى أو إلى أي حد سيستمر في العراق؟ يعني واضح بأن هذا التدمير الذي يقر الجميع بأنه تدمير ممنهج للبنى التحتية وللتنمية وأيضا حتى للكثير من الأواصر المجتمعية في المجتمع العراقي يستمر لسببين، ووجود ما زال وجود اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية الذين يعملان على ذلك الهدف. اللاعبين هم طبعا الإدارة الأمريكية وإيران، ووجود أيضا عاملين مساعدين جدا وهو أقطاب العملية السياسية والدستور الذي يمثل جوهر العملية السياسية. طالما هذه الأطراف ما زالت موجودة أعتقد أن التدمير سيستمر للأسف لفترة غير منظورة أو غير لا يمكن التنبؤ بها، سواء كانت ربما في المنظور القريب أو البعيد. الغزو الأمريكي يعني بلا شك وعملياته السياسية، يعني البعض يرى أنه تم التأسيس لهذا النهب والاستنزاف في مقدرات العراق الاقتصادية والمالية، حتى يعني وصل العراق إلى شفا الانهيار الاقتصادي والإفلاس. الآن المطالبة بالتعويض في هذه الفترة وهذه المرحلة من تاريخ العراق، يعني العراق الآن وصل إلى مرحلة المديونية، وبالواقع الخدمي والواقع الإنساني في العراق شبه محطم. لماذا الآن هذه الدعوات تحديدا في هذا التوقيت؟
هناك أكثر من تفسير، ولكن يعني عندما يقرر الرئيس أوباما، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، بأن خدم في العراق 2 مليون أمريكي، 70% منهم أصيبوا بإعاهات نفسية، وهذه الإعاهات النفسية كما يعلم الجميع تحتاج إلى مبالغ كبيرة لعلاجها. وعندما يؤكد ترامب أن الولايات المتحدة خسرت جراء غزو العراق مليارات الدولارات، وتذهب التقديرات أو قد تصل إلى 8000 مليار دولار، هذا مبلغ ضخم جدا لم تتوقعه الإدارة الأمريكية. الرئيس ترامب مر بأزمات كثيرة داخلية، ويلوح المجتمع الأمريكي الذي خسر كل هذه المبالغ ويدفع ضرائب كبيرة لأنه قد يستعيد جزء منها، وهي يعني خسائر ظاهرة تكبدت الولايات المتحدة نتيجة الغزو الإجرامي لهذا البلد، وتكبدت الكثير سواء بالقتلى أو الخسائر المادية. أعتقد جزء منها للاستهلاك المحلي، ولكن وفق القانون الدولي على الولايات المتحدة وبريطانيا تحديدا وكل من ساعد في غزو العراق ودعم بشكل مباشر أو غير مباشر أن يعيدوا خسائر العراق ويدفعوا للعراق عن القتلى والمشردين وعن البنية التحتية وعن ثرواته التي سرقت. ترامب يقول انه على يعني كان يجب على امريكا ان تستولي على حقول النفط في العراق. يعني الان في بعد هذه المطالبات بضروره ان يدفع العراق الثمن، ماذا ستقول الحكومه؟ ما هو كيف تتوقع ان يكون رد الحكومه في العراق؟ الحكومه امرين، هي معينه من الذين ينهضون العراق، و أيضا الولايات المتحدة وكل المستفيدين من الوضع في العراق فتحوا أبواب خزينة العراق لسرقتها من قبل اللصوص العاملين في الحكومة والعملية السياسية. فهذا الأمر واضح ومعروف للجميع، يعني من يدفع لمن؟ الخاسر الوحيد الذي دفع الثمن يعني باهظا هو الشعب العراقي بالتأكيد. أما أدوات أن يركف العراق فقد أثرت وتسبب ثراءها الفاحش في تردي كل شيء في العراق، وهذا يتحدث به حتى أقطاب العملية السياسية. فإذا كان يريد أن ينهب ثروات العراق، نعم كان السيطرة على النفط جزء من المخطط الأمريكي، ولكن علينا أن لا ننسى أن رجال العراق المقاومين قد تصدروا قوات الاحتلال منذ أيامها الأولى وأربكوها وأربكوا العملية السياسية وأربكوا الاحتلال. لهذا الأمريكان يعترفون بأنهم منذ عام 2005 ونتيجة الضربات المؤذية والكبيرة لفصائل المقاومة في العراق بدأوا يفكرون بالانسحاب، واعترف الرئيس بوش أنه في عام 2006 كانت القوات على وشك الهزيمة. فهم لو كان الأمور كما يريدون وسكت العراقيون ولم تخرج المقاومة لسيطروا على كل شيء، ولكن انتصرت المقاومة رغم كل ما خسرناه وانهزمت أمريكا هزيمة منكرة. الكاتب والباحث السياسي الأستاذ وليد الزبيدي، كنت معنا من أربيل، نشكرك شكرا جزيلا.